خيمت حالة من عدم الوضوح على أسواق النفط العالمية بعد اختتام الاجتماع غير الرسمي لمنظمة أوبك في الجزائر. وكان المنتجون من أعضاء أوبك قد أعلنوا عن إبقاء سقف الإنتاج بشكل مبدئي بحدود 32 مليون و500 ألف إلى 33 مليون برميل يوميا، على أن ينفذ هذا القرار بعد شهرين. وتنتظر الأسواق الآلية التي سيتم من خلالها تحديد حصص الدول من الإنتاج خلال اجتماع المنظمة الذي يعقد في فيينا في شهر نوفمبر القادم. وضع السوق الحالي يقتضي ألا نتجاهل أهمية التنسيق لتجنب التأثير السلبي على وضع السوق مستقبلا. وبناء على الملاحظات والتحاليل، فإن أوبك تؤكد على ضرورة إجراء حوار بناء وشامل ما بين كل الشركاء من أجل إعادة الاستقرار للسوق. تحدثنا عن ضرورة خفض الإمدادات من بعض الأسواق كالسوق الأمريكية، وتحدثنا أيضا عن ضرورة تخفيض الإنتاج إلى مستوى 33 مليون برميل يوميا. من جهته، اعتبر وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة أن القرار التاريخي الذي نجم عن اجتماع الجزائر يمهد الطريق أمام عودة أوبك للتحكم بسوق النفط. ما اللي كان غير رسمي وتحول كاجتماع رسمي وخرجنا بنتيجة تاريخية، أن المنظمة عندها بعض سنوات ما كانت ما تحكم في تسيير السوق. والقرار نتاع اليوم إن شاء الله المنظمة ترجع إلى دورها الأساسي، هو اللي تحكم في تسيير السوق. إلى ذلك، قال بنك جولدمان ساكس إن قرارات أوبك أمس قد تضيف من 7 إلى 10 دولارات لأسعار النفط في النصف الأول من العام المقبل في حال تم تطبيقها. وأضاف البنك أن تطبيق الصارم للاتفاق سيعني تراجع الإنتاج ما بين 480 و 980 ألف برميل يوميا في 2017. وأشار إلى أن هناك شكوكا في المدى الطويل لتطبيق الحصص المقترحة في حال اعتمدت. أسعار النفط كانت قفزت أمس بعد انتهاء اجتماع أوبك في الجزائر أكثر من 5%، لكن حالة الترقب لآلية تنفيذ القرارات تحد من المكاسب اليوم. هناك شكوك في حقيقة إمكانية تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع. نلاحظ أن خام برنت تراجع ب 1.3% إلى 48 دولار للبرميل. النفط الأمريكي الخفيف أيضا فيه اتجاه نزولي، وفي هذه الأثناء نراه يتراجع ب 18 نقطة مئوية إلى 46 دولار و70 سنت تقريبا. للتعليق على تطورات أسواق النفط ينضم إلينا مباشرة من جدة المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد الصبان. نرحب بك معنا دكتور محمد الصبان. طبعا هناك بشكل واضح اضطراب على الأسواق، أسواق النفط، الأسعار بحال نزولي اليوم. الشكوك تأتي في مكانها برأيكم بإمكانية تطبيق هذه الاستراتيجية التي تحدثت عنها أوبك أمس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أبارك لدول أوبك، حتى وإن لم يكن الاتفاق بشكل كامل وإنما أجلت تفاصيله في لاجتماع نوفمبر، لكن كون أن الأوبك تفهمت بعضها البعض وتوصلت إلى تفاهم مشترك، هذا يعتبر إنجاز قياسا بالفترة الماضية التي لم تنجح فيها الأوبك لتحقيق أي شيء. أنا أعتقد أن نجاح الأوبك في وضع إطار عام، فريمورك، إطار عام للاتفاق، هذا مكسب كبير. هنالك مرونة من جميع الأطراف حتى إيران، وطبعا المرونة الكبيرة التي أبدتها المملكة العربية السعودية بعودتها إلى إنتاج يناير الماضي، وكل الأطراف. أنا أتصور أن الكل قد شعر بأن الأسواق لا يمكن أن توازن نفسها تلقائيا دون التدخل، خاصة في ظل التفاؤل الكبير الذي أبديناه كوزراء أوبك خلال السنتين الماضية. لم يحدث أو لم ينتج هذا التفاؤل أو لم يطبق على أرض الواقع. هنالك لا زال كثير من الفائض، ولا زال هنالك توقعات بأن الفائض سيزيد في الفترة القادمة. في تصوري أن المرحلة القادمة أختي الفاضلة
ستشهد منذ الآن وإلى نوفمبر 30 نوفمبر ستشهد مفاوضات صعبة. يقال دائما أن الشيطان في التفاصيل, the devil is in the details, بمعنى أنه حينما نبدأ التفاوض على التفاصيل قد تظهر بعض الصعوبات, وأرجو أن يتم التغلب عليها خاصة في ظل الروح الجديدة التي هي بين أعضاء الأوبك. والآن أثبتت الأوبك أنها لم تمت سريريا كما كان بعض الغربيين يعتقدون, وإنما لازالت حية بحياة الدول الأعضاء, وأعتقد أنهم سيستمرون في إحيائها في الفترة القادمة. ما يتخوف منه السوق في الفترة القادمة هي ثلاثة أمور. الأمر الأول طبيعة التفاوض في الفترة القادمة. الأمر الثاني هو ما إذا إيران ستستمر في الإصرار على أن حصتها ليس فقط عودتها إلى ما قبل العقوبات الاقتصادية, وإنما تود أن ترفع حصتها لتصبح بنسبة 13% من إجمالي إنتاج الأوبك. هذه مسألة صعبة قد يقف لديها المفاوضون الوقت الكثير, يقضي الوقت الكثير. النقطة الثالثة, هل ما هي طبيعة الحصص التخفيض؟ هنالك ذكر للتخفيض, لكن هو في الواقع ليس تخفيض, وإنما عودة بعض الدول إلى إنتاج يناير الماضي الذي كان أصلا هو نقطة الانطلاقة لتجميد الإنتاج. النقطة الأخيرة الثالثة والأخيرة هي آلية الالتزام. الإعلام البترولي في كل العالم بدأ يشكك اليوم في إنه التجربة السابقة للأوبك لم تكن مرضية من حيث الالتزام. هنالك العديد من التجاوزات, وقد يكون هنالك تجاوزات في الفترة القادمة, وبالذات حينما يبدأ التطبيق في عام 2017. هذه التخوفات حقيقية لا يمكن لنا أن ننكرها, تخوفات لابد أن يكون هنالك آلية لضبط الحصص, لضبط أي تجاوزات, حتى لا يكون هنالك دولة تدفع أكثر من نصيبها العادل في ظل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الجزائر. لكن أنا أقول بأنه اتفاق تاريخي حتى وإن لم يكن تفصيليا, وأرجو أن يثبت اجتماع نوفمبر أن روح التعاون قد حلت محل روح التنافس التي كانت تظهر في الفترة الماضية. ولكن ترون طبعا دكتور محمد الصبان أن الأهمية تكمن في عملية خفض الإنتاج, ليس فقط الذهاب إلى مستويات وضع سقف لهذا الإنتاج, لأن تخمة المعروض لا يمكن علاجها إلا بخفض كميات إنتاج النفط. صحيح, لكن هذه خطوة أولى. كان لا يمكن لدول الأوبك وهم على فرقة كبيرة كما كانوا قبل يومين أو ثلاثة بأن يأتوا فجأة ويتحدثوا عن خفض الإنتاج. طبعا ستكون هنالك مراقبة بعد اجتماع نوفمبر 30 نوفمبر, لن تكون 30 نوفمبر, والقرار الذي سيصدر في 30 نوفمبر لن يكون القرار الأخير لأوبك في مجال الدفاع عن استقرار الأسواق, وإنما أنا متأكد أنه ستتم مراقبة السوق, وسيتم معرفة ما إذا هنالك حاجة لزيادة أو لاتخاذ قرار جديد بمزيد من الخفض في الإنتاج ومدى التوصل إلى اتفاق حوله. شكرا لك دكتور محمد الصبان المستشار الاقتصادي والنفطي.